قد ايه طلعتي كربوجه؟ ما تفتح الباب امي، اول كف وتاني كف الحقيقه كف. بتعرف شو الحلو بميك اب فور ايفر ميلا؟ يعني دائما عندهم شغلات جديده بالكولرز وبكل شيء. اشتركوا بقناه ميك اب فور ايفر ميدل ايست على اليوتيوب. بحبكم. مساء الخير، رمضان كريم، ان شاء الله بنعاد عليكم بالخير والصحه والبركه. ميلاد حنون انا معكم من سوريا. ضيفتي طبعا بغنى عن التعريف اللي هي القمر هبه نور. اهلا وسهلا هبه. اهلا وسهلا، كل سنه وانتي سالمه. كل عام وانت بالف خير وان شاء الله يا رب شهر خير وبركه عليكي. بعرف قد ايه انتي بيعني لك رمضان. اكيد بحب رمضان كثير، بحب اجواءه، بحب اجواء التسامح وجمعه العيله. وانا اليوم هلا كمان مبسوطه اني معك كثير اليوم بحلوه رمضان مع ميك اب فور ايفر، وواثقه انه لازم نعمل شيء كثير حلو. وكمان لازم تعرفوا انه ميك اب فور ايفر هي مو بس بتبيع برودكت، هي كمان بتعلم ميك اب. سو كرمال هيك انتم وقت اللي بتعملوا سبسكرايب لا ميك اب فور ايفر شانل، انتم بتكونوا عم تستفيدوا لتعرفوا المنتجات ولتعرفوا كمان تتعلموا على المنتجات اللي هن عم يطلعوهم. اليوم مع لون شعري والاصفر والفستان اللي بياخذ العقل. ما هو اصفر هذا فكره اللي هو شو بيقولوا له هذا؟ بلشنا نختلف من هلا، اذا بدنا نبلش لونه لونه موتارد ما بنتفق. يعني انتم شو بتقولوا؟ انتم شو بتقولوا عن جد؟ هذا موتارد ولا شو؟ بتحبي القهوه العربي ولا لا؟ بحب كثير القهوه العربي، انا هي اصلا عندي اياها اساسيه بالبيت، كثير طيبة. طيبة؟ هالشهر الفضيل ما بيكمل إلا ما إذا أكلنا تمر. أنا بالنسبة لي التمر هو كل يوم باكله برمضان وبغير رمضان. بدي أسألك سؤال ما نبلش. شايفة هي المراية؟ أنت وقت تطلعي فيها كل يوم الصبح شو بتقولي لها المراية؟ بتطلع بحالي على المراية وبقول لها أنا كثير بحبك. الحب أساساً لازم يبلش من عنا. أنا لأقدر أحب كل هالناس يلي عم تشوفنا، أنا لازم كل يوم في الصبح وأطلع بالمراية وأقول أنا بحبك. وهلا رح بلش باللوك اللي رح اعمله لهبه. اول شيء رح استخدم السكين بوستر اتش دي. هلا عم بستخدم البوستر، مو معقول شو ارتحت عليه ميلاد وشو بحس بشرتي بتصير بتعطي ضو ومرتاحه. ورح استخدم هلا لا 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 الكونسيلر السيلف سيتنج الترا اتش دي، احدث كونسيلر لهلا من ميك اب فور ايفر، طبعا الرقم 31. بتعرف شو الحلو بميك اب فور ايفر ميلاد؟ انه دائما متجددين، يعني دائما عندهم شغلات جديده بالكولرز وبكل شيء. يعني دائما لما بجيب ميك اب بروح دغري لعند ميك اب فور ايفر لانه برتاح، حتى هنيك بيساعدوني لما بدي اختار الوان معينه شو بيلبق لبشرتي، فبيكون التعامل جدا رائع عن جد. برش اللي هي 230. ميلاد هلا انت دائما بتقول انه هبه شاطره بالميك اب، يعني انت بتعترف انه انا بعرف اعمل ميك اب. ايه بتعملي ميك اب كثير حلو، انت كيف تعلمتي؟ من انا وصغيره كثير بحب الميك اب، انا كنت من وراء اهلي بالسر لما بدي اطلع مشوار تلاقيني مخبيه شيء ليبستيك لاي شيء، يعني المهم اني اكون عامله ميك اب وطالعه. ايه. فاكلت اول خناقه، ثاني خناقه، ثالث خناقه، فبعدين صار عندي. ليكي هبه خليني اسالك سؤال على سيره الخناقات. هلا نحن هلا شهر فضيل، يعني اكيد انت بدك تسامحيهم لاهلك اذا خانقوكي او شيء. اكيد. بس مره اكلتي قتله؟ هي قصه ما حدا بيعرفها بصراحه. هذا سكوب. مره كنت صغيره درجة وقتها الشعر القصير هيك اللي لهون، وانا كاريه يعني؟ ايه كاريه، وانا لوين كان طول شعري؟ لاخر ظهري، فرحت قلها لماما بدي قص شعري بدي قص شعري، تقول لي لا لا، قمت رحت بعدين غافلتها، حملت حالي، فتت قلت لهم قصوا لي شعري، قصوا لي شعري، رحت على البيت، انا طالعه من البيت شعري لهون، رجعت شعري لهون، فتحت لي الباب ماما. انا طبعا كنت عم اقول يا ربي ما تفتح الباب. اول كف وثاني كف الحقيقه كف، يعني امي شافت شعراتي دغري اعطتني اياها كف، وكنا اللي فيه النصيب يعني. سو رح احط انا الفونديشن، رح استخدمه ك كونتورينج على الجو لاين. يعني انا بشكل عام، انت ما عندك دبل تشن، بس انت بالعاده وقت اللي بعمل لك ميك اب بتحبي هون يتغمق. ايه بحب هون يتغمق لانه بحس بصير ادجي اكثر. ايه وشي ايه بيتحدد اكثر، يعني بالزبط. حتى ببينوا خدودي من هون. وشوف هدول قديش مريحه عندك، انه عندك كل درجات، كل الشيدز 12 شيد، كل درجات الالوان. رح استخدم هلا على كل الوجه، كونه انا ما حطيت فونديشن، لوس باودر مات. عم تشوفي كيف عم ينشف وجهك؟ عم نشوف. بدون فونديشن بتحس الميك اب خطر، لانه بدك تطلع الكفر فول كفرج. انت بتحبي بالعاده يكون وجهك فول كفرج؟ نحن هلا بدنا نعمل
تكنيك جديد لانه ما بدنا نعمل شيء تقليدي، بدي احط باودر لانه الباودر اللي رح استخدم لك اياه اللي هو من ماد فيلفت، يعني بصراحه كانك عم تحطي فونديشن وسميك على وجهك، سو كثير حلو. جربته قبل كثير ظريف. بعد ما خلصت رح احط الماد فيلفت، سو حتشوفوا الفرق لانه مجرد عم احطها انا هلا على الوجه هي عم تعمل فول كفرج وبنفس الوقت عم تعمل فيلفت، يعني مثل كانه طبقه مخمل على البشره. هبه انت بليز شوفي قد ايه الفرق بين هون وهون. كثير حلوه فظيعه. يعني هي الباودر بشره مثل بشرتك، ما بحس انه بحاجه انه الواحد يحط فونديشن، رغم انه يعني الفونديشن تبع ماد فيلفت بياخذ العقل. بدي انت تحكموا كمان، شوفوا الفرق بين الجنب هون والجنب هون. تغطى نظامي طبعا فيكم تستخدموا هالسبونج او فيكم تستخدموا السبونج اللي هي بهي الشكل. فينا نحط هاي الباودر نفسها بالبرش طبعا، بس انا هلا بدي اياها انتنس اكثر كرمال هيك عم حطها بالسبونج تبعها، بس اذا بدي اياها تجي لايت بحطها بالبرش. وهلا راح استخدم الميست اند فيكس حتى شوي. هذا طبعا بس استخدمه بضل الميك اب عندي 10 ساعات وبنرجع بنثبته اكثر. خلص هيك بتضمني انه صار عندك بشره هي بشره معموله مات فيلفت نظامي. وهلا رح احط شوي صغيره كثير بلاش 128 البرش، اللوس باودر. انا الميك اب ما بعطي حدا، بيقولوا لي انه مثلا حلو هيدا الروج مثلا شو كذا، بقول لهم ايه خلص انا بجيب لك منه، بس ما بعطي من اغراضي. حافظي عليهم. بحب ايه بحب هي الالوان كلها تضل موجوده عندي، لانه احيانا في مثلا اشياء معينه ما بقى بتلاقيها لون معين او رقم معين. شو لون البلاش اللي حطيناه؟ حطيت لك بصراحه ثلاثه شيد، حطيت الغامق كونتورينج شوي، بعدين حطيت هول التو شيدز اللي شوي على اورنج. انا بعرفك هبه انت ما بتحبي الكونتورينج تبع الانف. صح؟ لا انا ما بحب اعمل انفي كونتورينج ابدا، لانه بحس بس اعمل له كونتورينج اذا فيه عيب بيظهر. بجوز انت لما بتعمل لي اياه اوكي، بس لما انا لا ما بيزبط معي. لا ما بيزبط معي. اوكي، بس انا رح اعطيك نصيحه ولكل حدا عنده انف مثل الانفيك، اللي هو بس يحط هون لايت على الجوانب ويتركه للانف مثل ما هو من دون كونتورينج، بس هون يحط لايت هيك بيتعدل. رح ارجع استخدم كونسيلر نفسه اللي استخدمته كآي برايمر. راح استخدم لك هلا 300 ارتست بنسل لونه زيتي. شو ما راح احطها هبه زيتي على عيني؟ ايه بحطه لانه بيلبق لي كثير بس قليل، يعني اكثر شيء دائما انا بروح للالوان البني يعني اوكي. وراح استخدم البنسل اللي هذا ولا مره انا حاطه اللي هي 218 حلو هيدا اللون فظيع، رقمه 300 ما تنسوا. كل الالوان بيستخدموا لكل شيء، يعني حتى ممكن ترسموا على الجسم، لللبس ممكن تعملوا فيهم كونتورينج، ممكن اي شيء فيكم تعملوا فيهم، هن مو بس للعيون ولا لللبس. نرجع نزيد لحتى احصل على الشيء اللي انا بدي اياه. رح استخدم لون نود بستخدم هول اللونين اللي هن النيود الفاتح والغامق. رح اخذ لون ثاني هو قلت لكم عبريك 706. عم شوفي قد ايه حلو هاللون. كثير حلو، كثير غريب. بليز يا جماعة إذا شايفين اللون حلو ولابق لي اكتبوا لنا تحت كومنتس، وبدي أعرف رأيكم إذا لابق لي اللون أو لا. مبسوط أنت ميلاد؟ أنا عم شوفهم على فكرة إنه عم يكتبوا ليكي شو عم يكتبوا. إنه واو ميلاد شو هالميك أب واو. عم بستخدم لون أورنج فوق اللون البريك اللي حطيته، شوفوا من اللون قد إيه حلو، قد إيه طلعتي كربوجة. انتي كربوجة. لا عن جد انتي كنتي كربوجة وانت صغيرة. بتعرفي في ناس بيقولوا كربوجة انه يعني سمينة، هلا نحن بالشامي بنقول كربوجة يعني انه كربوجة مهضومة. مهضومة ايه نحن. سو انتي كنتي وانتي صغيرة سمينة؟ كنت سمينة يعني ناصحة. كنت شوي معباية يعني انه انا كتير كنت اكل حلو، بس تعرف انا هلا بشكل عام وقت بيكون عندي تصوير او شغل قليل ما اكل حلو، ما بعرف ليش بلتها
فما كتير باكل حلو وبنحف. هلا عم حط انا لون اسود لاسحب لك العين مثل ما انت طلبتيها يا هبه على الزاويه، وعم حاول اسحبها لفوق كتير، يعني مثل فيك تقولي اي لاينر بس بالاومبر بالاي شادو. هون عند زاويه العين بدي احط شوي رح استخدم اللون الزيتي مثل مو شايفين، والبينسو هو 228. طبعا انا بعد ما حطيت القلم فوق العين هلا رح ارجع قوي شوي اللون. رح استخدم بينسو 502 رح احطه بزاوية العين لحتى احدد الشيء اللي عملته انا عند المدمع. ليكي هبه جاي عبالك احط لك شوية جليتر؟ يلا نحط جليتر. هيدي الكيت تبع الحواجب، بس انا بستخدم دائما مثل الشمع، فيكم تحطوه شوي فوق الأومبر وبعدين بتحطوا فوقه الجليتر. سو نحن هلا رح نعمل، رح نحط بهالطريقة. رح جيب الدايموند باودر، شوفي بهالطريقة. شو حلو كتير، واو. هلأ بندمجهم مع بعض، هنن أصلاً كتير موضة هلأ الجليتر وال... يعني كل العالم صايرة ايه كل شيء هيك سباركينج، هو فوق العين كتير ترند. للمشاهدين الحلوين الماسكارا اللي انا عم بستخدمها اللي هي سموكي لاش، تعمل فوليوم للرموش كرمال هيك انا عم حطها تحت العين لحتى تعمل لي فوليوم. هبه انا تقريبا خلصت لك ميك اب تبع العيون. قبل ما اخلص الميك اب بدي العب انا وياكي لعبه. موافقه لعبه حلوه كتير. رح جيب لك هلا أربع كروت بدي إياكي تختاري أنت منهم كرت. بيو، ستيب أون ستيج، ذا آرت أوف جيفينج، ذا باور أوف فورجيفنس. أنت اختاري وحدة. ساعدني. مو نحن رفقات؟ لا خلص إيه بختار ستيب أون ستيج. فيني أحكي عن الزواج المبكر مثلاً. حلو. أنا من الأشخاص يلي كان عندي هاي التجربة، تزوجت بعمر صغير كتير، ما كان عندي هذا النضوج لأنا أقدر يعني خلي هذا البيت أنه ينجح أو تكون علاقتي مع الشريك جداً مثلاً في تفاهم. كنت أنا أقل بسني، أكيد ما عندي هذا النضوج الكافي لأقدر أني أعمل عائلة. بفترتها كنت حس أنه انسلب مني كتير قصص، أو أنا بجوز أنا يعني أنا كان إلي رأي بهذا الموضوع، ما انغصبت أكيد، ولكن مرقت بهي التجربة. بس بعد ما مرقت فيها حسيت أنه أنا كبنت انسلب مني شغلات كتير، انسلب مني أنه أنا ما قدرت بهداك الوقت كفي تعليمي، ما قدرت أبحث عن موهبة، ما قدرت كون شخصيتي، ما قدرت أني أتعب على شخصيتي. فأنا انتهيت من هاي العلاقة لعدة أسباب، ولكن بعد ما انتهيت من هاي العلاقة كان عندي هدف أنه أنا روح أدور على حالي، أدور على هبة، أشوف هبة شو ضاع منها، أدور على شيء موجود عندي يمكن أنا ما كنت شايفته. بالفعل قدرت، رحت دورت أنه أنا وين، أنا شو وين بشوف حالي. اكتشفت أنه أنا بشوف حالي بالفن، عندي موهبة تمثيل، عندي موهبة أني أقدر وقف قدام كاميرا وأحكي، عندي موهبة أني أعطي شخصية غير شخصيتي. اشتغلت بهاي المهنة، طورت حالي، حاولت أني أتعب على حالي، حتى بموضوع فكرة التعليم أنه أنا كوني ما كفيت تعليمي اشتغلت على حالي بكتير أمور بكتير شغلات، بس ما وقفت. الحياة ما بتوقف، يعني أنا اليوم قد ما كانت التجربة مرقت فيها سيئة، أنا وإنتي وأي بنت بالعالم ما بتوقف الحياة عن تجربة معينة. أنا اليوم برفض أنه الأنثى تكون لا شيء. إذا بدنا نقدر أو بطالب، يعني أكيد أنا هي رسالة مانا عامة لبعض الفئات المعينة من المجتمع الشرقي، بشوف أنه نحن بحاجة اليوم حقيقية للمساواة بين الجنسين، بحاجة حقيقية لنساوي بيناتهم.
فأنا بتمنى أكون حكيت عن شيء الناس تتقبلوا مني بطريقة لطيفة. أول مرة بحكي أنا بصراحة أني أنا مارقة بهالتجربة بهذا العمر، بس كوني اخترت أحكي عن هذا الموضوع فلازم أرجيكم أنه يمكن أنا من الناس يلي كنت ضحية هاي القصة، بس أخذتها بطريقة إيجابية كتير خلتني اليوم أني طور حالي وأني أشتغل على حالي وأنه أنا اليوم هيبة نور. طب نحن رح ناخد هلأ كونتور 604. انت بتحب الالوان الفاتحه على اللبس؟ ايه. انت بتحبي غامق شوي؟ ايه. هلا الميك اب اللي عاملك اياه اكيد ما بدنا، نحن بدنا اكيد اللبس يكون كتير نيود، رح نعمل لهم لايرز ليبينوا منفوخين شوي. فيكي بالشيب نفسه يعني تعملي هيدا الهارد شيب بيقوم ببينوا كبار من دون ما تكبريهم بالكونتور هذا اللي ببين انه ايدجي كتير. على كلن كتير موضه رجع الكونتور يعني. ايه. بحب لك استخدم لك الليبستيك اللي انت بتحبيه اللي هو ليكويد مات، كثير بحبه بيعطي حجم للشفايف. بس ليكي انا عملت دغري للتم، رح احط بس هون حتى يعمل فوليوم. اوكي هو رقمه 103 ورح اخذ الهايلايتر فوق التم. هون في شغلتين هيك بيعملوا بومبي سو بيعطوا حجم للتم، انا بحب ضويهم. بحب احط هون شوي على راس الانف. وهلا رح اخذ البرش 120. واو شو حلوة الهايلايتر، واو واو واو. شوفوا رح حط شوي هايلايتر مطرح ما حطيت المات ليكويد. هيبا خلصنا الميك اب وطبعا طالعة يعني عمر الزمان. سو بليز ياك تطلعي بالمراية وتعطيني رأيك. حبيت الميك اب كتير. أنا قليل بصراحة مع أنه يكون عندي جرأة أعمل هاي الألوان شوي قوية، بس اليوم حبيت أنه يكون في عنا جرأة بالميكب وتتعلموا شيء جديد، فإن شاء الله اليوم نكون هيك عملنا لكم شيء تكونوا كتير حبيتوا. وأنا مبسوطة كتير أنه اليوم ميلاد عمل لي ميكب. بحبكم. موجود على كل بروفايلاتي وآخذ مساحة من حياتي، اسمه على اسم ممثل من جنسيتي بس هو مو ابني. مين بيكون؟ إذا عرفتوا الجواب اكتبوه بالكومنت تحت الفيديو. اشتركوا بقناة ميك اب فور ايفر ميدل ايست على اليوتيوب. 5 من اللي رح يجاوبوا رح يربحوا معنا هاي المجموعة. طبعا استخدمناها اليوم لما كنا عم نعمل الميك اب. بتمنى انكم تعرفوا الجواب وانا حاولت اني ما صعب لكم الحزور. ولا تعرفوا اسامي الفائزين ما تنسوا تعملوا فولو لميك اب فور ايفر ام اي اي على الانستغرام. ورمضان كريم. رمضان كريم ميلاد، رمضان كريم على جميع المشاهدين. ان شاء الله كل ايامكم مباركة وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة. منحبكم كتير.